السلام عليكم. سننطلق على خيال أهم عما يحدث في الكرة المصرية والعربية من إحصاءات وخبرات. التفاصيل هي الأهم، وبالأخص سنتحدث عما يدور ويحدث داخل جدران نادي الإسماعيلي من أخبار وتفاصيل، وأيضا سنتحدث عن أخبار الكرة المصرية في هذه الحلقة، وسنتحدث في البداية عن الإسماعيلي واستعداد الإسماعيلي وعودة الإسماعيلي التدريب الجماعي استعدادا لمباراة ودية يوم الجمعة القادم قبل السفر إلى ليبيا استعدادا لمواجهة أهلي بنغازي الليبي، وأيضا سنتحدث عن موضوع اياد العسكري الذي لا ينتهي على السوشيال ميديا، وايضا سنتحدث عن ثنائي الاسماعيلي وانضمام ثنائي الاسماعيلي اثنين من ثنائي الاسماعيلي الى المنتخب الاولمبي، وايضا سنتحدث عن الكابتن احمد رفعت لاعب فيوتشر وما حدث في مباراه الاتحاد السكندري امس من حادث مؤسف للاعب، وايضا سنتحدث عن قرعه دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا وقرعة دور الثمانية في الكونفدرالية الأفريقية ومباراة الهامة في هذا اليوم. وقبل ما نقول صلى على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم، وننطلق في حلقة هي الأهم عما يحدث في الكرة المصرية والعربية، ولكن اشترك منك كتير فضلا وليس أمرا، اشترك واللايك والسبسكرايب هم من يدعموا هذه القناة، ولن تكبر هذه القناة إلا بوجودك، وبإذن المولى عز وجل ستكون القناة الحريف مليونية، لاني جمهور الاسماعيلي كبير وجمهور الكره المصريه كبير، و اشترك منك كتير دعم الاشتراك هم اللي هيكبرونا ولن اكبر الا بوجودك. فننطلق سريعا في حلقه اليوم. عوده الفريق الاول الاسماعيلي التدريب الجماعي، طبعا الكابتن ايهاب جلال قلت لك في الحلقه اللي فاتت ان المفروض هيتدربوا بعد الفطار، ولكن الكابتن ايهاب جلال عمل نظام للتدريب النهاردة. الفريق الأول اتدرب قبل الفطار الساعة 4، إسماعيلي كان في تدريب لمدة 60 دقيقة قبل أنا مقابل اللعيبة وهي طالعة، يعني أنا وأنا رايح النادي قابلت اللعيبة طالعة وكان في تدريب وكانت الدنيا تمام. طبعا الإسماعيلي عنده مفروض إن هو بيجهز لمباراة يوم الجمعة ودية قبل السفر إلى ليبيا استعدادا لمباراة أهلي بنغازي التي ستكون يوم الاثنين من نفس الأسبوع القادم، هتكون يوم 18 في الشهر 18 مارس. طبعا ويستعد الإسماعيلي أيضا ليس لمباراة أهلي بنغازي فقط، الإسماعيلي عنده مباراة سموحة يوم 31، وعنده مباراة في كأس مصر النسخة الجديدة 2024، طبعا خلاص القرعه هتتعمل وهيتلعب مباراه في خلال شهر مارس. ده بالنسبه لاستعدادات الاسماعيلي لمباراه الوديه اهلي بنغازي سموحه ومباراه كاس مصر يوم 31. طبعا على السوشيال ميديا كلام كتير على ياد العسقلان وياد العسقلان مضى للاهلي، وانا قلت لك في حلقاتي اللي قبل كده وارجع، ياد العسقلان مستمر مع رستيبا الروسي اللاعب حابب الاحتراف ووالد، وجبت لك على السوشيال ميديا وعلى موقع الخاص بوالد اللاعب ياد العسقلان ان هو اللاعب لن يلعب لاي حد، وان احنا ابناء الاسماعيلي وان احنا بننتمي للاسماعيلي وان احنا اسماعيلاويه ابا عن جد. وطلع والد اللاعب وبيقول لك ونفى والد اللاعب ياد العسقلان قلب دفاع الاسماعيلي السابق والمنضم لنادي رستيبا الروسي بأن نجله مستمر في رحلته الاحترافية ويتمنى أن يكون نجله في الدوري الأوروبي، وكل تفكير اللاعب وأهل اللاعب أو والد اللاعب في أن يكون اللاعب في الدوريات الأوروبية والعالمية ويكون لاعب متألق خارج الكرة المصرية. ده بالنسبة لياد العسقلان. طبعا الإسماعيلي يغلق صفحة الدوري المصري ويستعد لمباراة أهلي بنغازي وقتلك وسموحة ومباراة دور 32 في كاس مصر النسخة الجديدة. طبعا انضم ثنائي وبنسبة كبيرة ان الاثنين اللعيبة دول مش هيسافروا مباراة اهلي بنغازي او مش هيكونوا متواجدين في مباراة اهلي بنغازي. اياد العسقلاني بعد انضمامهم اياد ونادر فرج الى المنتخب الاولمبي وعندهم معسكر يوم الخميس القادم، فاللعيبه ستكون خارج حسابات كابتن ايهاب جلال في مباراه اهلي بنغازي التي ستكون في الاراضي على الاراضي الليبيه. طبعا سريعا كده كان في امبارح
حارس موسى في مباراة المودرن فيوتشر والاتحاد السكندري، وسقوط اللاعب احمد رفعت بدون اي احتكاك وبدون اي حاجة. اللاعب سقط على الارض بدون اي حد او اي تلامس من اللاعب، و مصر كلها قلبها وجع، لان احمد رفعت لاعب خلوق، لاعب محترم، لاعب الناس بتحبه عشان ده لاعب ما سمعناش عنه اي مشكلة او اي تفاعل، ولاعب ذو خبرة عالية، ولعب تكنيك وإمكانيات أكثر من رائعة. أحمد رفعت لاعب ممتاز. طبعا كل الأندية المصرية بعتت له برقيات، وكل الأندية المصرية حبت تآزر هذا اللاعب الخلوق. وزير الشباب والرياضة أيضا آزر اللاعب، وطلب من الناس لو في أي مساعدة يقدر يقدمها للاعب، ما عندوش مشكلة إن هو يروح أكبر مستشفيات في الوطن العربي ليكون اللاعب بخير. طبعا لعب بعد السقوط وتوقف القلب لمدة ثواني وانتعاش القلب مرة أخرى، ولكن كان النبض ضعيف. انتقل على أسرها إلى المستشفى، ومن على أسرها المستشفى بعتوا كونسولته خاص بالقلب وخاص بالدم، واللاعب حالته الصحية طبعا جيدة نوعا ما الآن، واللاعب تحت ملاحظة مستمرة من دكاترة قلب، متخصص قلب، و اللاعب في العناية المركزة حاليا. طبعا الطاقم الطبي المعالج لأحمد رفعت يكشف تطور حالات اللاعب الصحية، واللاعب بإذن الله عز وجل سيكون أكثر من رائع، ونتمنى عودته سريعا إلى الملاعب، لأن ده لاعب خلوق. ده بالنسبة لأحمد رفعت. طبعا انتهت كرة دور الثمانية عشر أو دور الثمانية آسف دوري أبطال أفريقيا. طبعا الأهلي في مواجهة مع سنباد تنزاني. طبعا القرعة قرعة دور الثمانية جاءت كالآتي: الأهلي سيقابل سنباد التنزاني، والترجي التونسي سيقابل أسيك نموذج، ومازيمبي الكونغولي هيقابل بترو أتليتيكو الأنجولي، ويانج أفريكانز هيقابل سان داونز الجنوب أفريقي. مباريات هي الأهم، مباراة دور الثمانية دوري أبطال أفريقيا ستكون أكثر سخونة، ستكون نارية حقا. ده بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا ومباريات دوري. مباريات الكونفدرالية الأفريقية عندك مودرن، والمواجهة القوية ستكون بين مودرن فيوتشر والزمالك، مواجهة نارية في دور الثمانية بين فريقين مصريين، فريقين لهم صولات وجولات في الدوري المصري، مودرن فيوتشر والزمالك. وابو سليمه سيقابل نادي البركان، نادي البركان صاحب البطوله العام الماضي والذي قابل الاهلي في السوبر الافريقي. سيقابل ابو سليمه نادي البركان، و ريفرز يونايتد هيقابل نيجيري، سيقابل اتحاد العاصمه الجزائري، واستاد مالي سيقابل درامز الغاني. دي مباراه دوري ابطال دوري الكونفدراليه الافريقيه دور الثمانيه من الكونفدراليه الافريقيه. طبعا في مباراه هي الاهم في هذا اليوم، وانا بصراحه مش عارف اتفرج على ايه، فانتوا قولوا لي اتفرج على ايه، بس مش ده سؤال الحلقه، بس انا عايز من رايك اتفرج على ايه. انت حط نفسك مكاني. عندك النهارده 3 ماتشات في الدوري المصري: الاهلي والبنك الاهلي، الزمالك والجونة، زد والمصري. 3 ماتشات الساعة 9:30. الساعة 9 في مباراة في دوري أبطال آسيا بين الاتحاد والهلال، والهلال لسع الاتحاد الماتش اللي فات 2، والماتش ده في الاتحاد، فالمباراة لا تقبل القسمة على 2، ولكن في وجود ميدروفيتش انسى. ده بالنسبة مباراة دوري ابطال اسيا الساعه 9، يعني 9 وعندك 3 ماتشات في الدوري المصري الايجيبشن ليج 9:30، وعندك في العاشره مساء دوري ابطال اوروبا، ماتشين في توقيت واحد وهو ارسنال وبورتو وبرشلونه ونابولي. فمن رايك اتفرج على ايه؟ من رايك احط نفسك مكاني، انت تتفرج على ايه؟ كم مباراه؟ 6 مباريات من 9 ل 10. موضوع صعب صح؟ تعالى بقى عشان سؤال اليوم. برأيك هل سينجح إيهاب جلال مع الدرويش؟ أم
في فترة التوقف نستعين بصديق أو نستعين بمدير فني أجنبي ليعيد الإسماعيلي إلى وضعه الطبيعي. أنت إيه رأيك في آخر مواجهات للإسماعيلي مع الكابتن إيهاب جلال، وما رأيك في هل سينجح إيهاب جلال أم نريد أن يكون الإسماعيلي بشكل جديد مع مدير فني آخر؟ أتمنى من كل حبايب الحريف في كل مكان، لو الحلقة عجبتك لا تبخل على حبايب الحريف، نوصل بإذن المولى عز وجل بالحلقة دي 5000 لايك دعما لكم حبايب الحريف الذي يسعد إسعادك، واللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل حلقاتي أول بأول. ما أقدرش غير أقول لك إن إحنا عندنا تحدي هو الأكبر، تحدي بالمليونية، تحدي بجمهور الدراويش، وجمهور الدراويش أكتر من المليونية وأنا أعلم هذا، فالقناة لا تكبر إلا بكيان وجمهور درويش مصر ودرويش العرب. ما يشعر اقول لك صديقي يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.